السلام عليكم ورحمة الله، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب يكون الامور كلها بخير، كل عام وحضراتكم بخير. حلقة جديدة ان شاء الله من برنامج المطعم، هنعمل فيها البيتي فور، وهو المقادير ما بتتغيرش، احنا زي ما احنا بنشتغل بنفس المقادير ما لنا كذا سنة يعني على كده، كل سنة وانتم طيبين وربنا ما يقطعنا على كده. المقادير سهلة جدا جدا، هو طريقة التقطيع وضرب الزبده مع السكر مهم جدا، نوع الدقيق برضه مهم جدا، في حاجات كلها عوامل اساسيه عشان تطلع لك الحاجه مظبوطه. ولو عندك المكنه بتاعت البيتي فور نفسها انت حضرتك ممكن تجيبيها وتشتغلي بيها برضه، نفس العجينه، هي بنفس العجينه، ولكن هتعوز كل شويه ايه تاخد عليها لحد ما تظبط معاك. يعني هي مش من اول مره هتيجي معاك، اللي هي المكنه بتاعت البيتي فور اعتقد ب 120 جنيه حاجه زي كده، وجميله جدا، في منها الصغير وفي منها الكبيره ب 150، عشان بس ما حدش ايه الناس الجماعه الاونلاين اللي بيقعد يقول لك ده ب 300 وب 400، لا هي سعرها في وسط البلد وسعرها في اماكن كتير ب 150 جنيه المكنه البيتي فور الكبيره. جميل، الصغيره منها عامله 120 جنيه. لكن في ناس بقى بتقيهم داخله في الموضوع وتقول لك لا يا عم ده احنا جايب لك منها اللي من الاخر المستورد، فما فيش حاجة اسمها الكلام ده خالص، هي كلها نوع واحد ماشي، وبكذا وش، بتيجي كذا وش وفي كرتونة كده كبيرة، بالكبيرة ب 150 زي ما قلت لكم، بأكد تاني وتالت ورابع. تعالوا بقى نشوف عندنا، هنشوف تعالوا بقى نبدأ نشوف مقادير البيتي فور الفانيليا عبارة عن إيه. أهم حاجة الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، ده أهم حاجة في الموضوع، يبقى في عوامل عشان نطلع الحاجة مظبوطة، الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة تبقى طرية، أنا ضاربها قبل ما أخش الهواء. نص كيلو من الزبدة، نزل يلا المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. نص كيلو من الزبدة، 175 جرام من السكر البودر، 3 عدد بيض، معلقة صغيرة فانيليا، 600 جرام من الدقيق، و25 جرام من الكاستر البودر. أنا بس عايز أقول حاجة، إحنا مش في حمل، يعني إحنا مش حمل بجد بجد اللي إحنا نبوظ مقادير. فالناس اللي عايزه البيتي فور بالكوبايه بلاش، انت بتعملي بزبده وبنحط بيض وبنحط دقيق، فصدقوني والله يا جماعه ملهاش لازمه. طب ايه الفكره؟ اي سوبر ماركت عندك تحت عنده ميزان، قول له لو سمحت وزن لي 175 جرام من السكر البودر، وزن لي 600 جرام من الدقيق، وزن لي نص كيلو من الزبده، بس الموضوع خلص. تلات حاجات بس هتوزنيهم، هتعملي الحاجه وانت مغمضه تطلع معاكي مظبوطه. كل الحاجات ديت عشان بقول لك احنا مش حمل ان احنا نبوظ حاجه وتطلع ناشفه، فاهمه ازاي؟ الخامات غاليه، عشان ابوظ زبده ودقيق وبيض وسكر وكاستر، لو جينا حسبنا ثمنهم لا برقم يعدوا ال 100 دول ممكن يعملوا لهم 80 جنيه او 60 جنيه. طب وليه؟ حضرتك احنا ممكن نوزن تحت في اي سوبر ماركت تحت بالجرام، وبعد كده نبدا ان احنا نشتغل بيهم. ناخد اول حاجه نص كيلو من الزبده تكون طريه زي ما حضراتكم كده شايفين، والناس اللي بتسال على البيتي فور هل ينفع بالزبده البلدي الفلاحي؟ لا طبعا مش هتنفع، لانها فيها ميه وهتنشف البيتي فور عندك. تمام يلا يا صاحبي حالا. تمام، وبعد كده 175 جرام من السكر الايه البودر، ويا ريت السكر تكوني نخلاه، يعني ساعات بيبقى فيه رطوبه ومخرز عشان واحنا بنقطع بالكيس ما يمسكش جوه في الكيس نفسه. ونبدا ايه نشغل. احنا هنا بنسوي ما شاء الله. احنا هنا بنسوي البيتي فور. واقول لك ايه الفرق اللي انت تعملي بيتي فور بالابيض البيض وبالبيض الكامل. ماشي؟ ده لسه شويه. الفرق بايه؟ لو انت عايزاه يبقى ناشف قوي او كريسبي اكتر بتحطي بياض بيض بنفس المقادير، يعني انا هحط 3 عدد بياض بيض او 3 بيض كامل على النص كيلو، حضرتك هتحطي 3 بياض بيض، يعني كده او كده الاثنين يشتغلوا معاك مفيش مشكله، ولكن الصفار اللي هو بيطريه شويه ما بيخلوش ناشف قوي، ده الفرق بين الاثنين بس. هبدا اعلي وبعد كده بنبدا نجيب عندنا البيض، 3 عدد بيض نكسرهم، واحد ادي 2
وبعد كده دي تلاتة. جميل. نجاح نجاح البيتيفور يا جماعة من ضرب الزبدة والسكر. لو ما ضربتهمش كويس ونعمتيهم كويس وخد الفاليوم بتاعهم مظبوط، يعني الكثافة بتاعت الزبدة والسكر دي تلاقيها تضاعفت ثلاث مرات. ثلاث مرات هتعرفي تطلعي بيتيفور صح. وحاجة ناعمة جدا. لكن هنستعجل ونضرب الزبدة مع السكر مش هتاخد دقيقتين اتنين، هي دي المشكلة. فلازم سيبيهم براحتهم خالص عشان يظبطوا معايا الأداء. يعني هنا الكاستر، وهنا فايدة الكاستر ان انا بطلع لون اهو. اللون ده هو اللي بيطلع لي زي ما حضراتكم شايفة، الكاستر ده هو اللي بيطلع لي اللون بتاع البيتيفورية كده. وده اختياري، عايزة تضيف الكاستر تضيفيه، مش عايزاه يبقى مفيش مشكلة، بلاش منه اصلا. 600 جرام دقيق ومعلقتين كبار من الكاستر، معلقتين اهو. طيب احنا كل شويه كده بنبدا نعمل ايه؟ نجيب عندنا العجان. بص اي حد عنده عجان بتلاقي الزبده موجوده على الجدران بتاعه الحل، لازم كل شويه تجيبيها كده ونحط الزبده كده. بص ازاي اهو، لازم نعمل الحركه دي، لازم مهما كان العجان اللي عندك. نقوم نازلين تاني هنا وبراحته خالص يعيش مع نفسه. استاذه ناديه. ايوه السلام عليكم. ازيك يا استاذه ناديه؟ الله يخليك. ازيك استاذ محمد؟ ازاي صحتك؟ وحضرتك طيبه يا فندم. الله يخليك. الله يحفظك. كنت بس عايز اسال لو سمحت على محسن الجل. ايوه يا فندم. ممكن يقعد في الثلاجه قد ايه او احطه في الفريزر؟ طيب وانت بتستخدميه يا فندم انت جايبه قد ايه منه الاول؟ لا كميه قليله، يجي 8 كيلو كده بالظبط كده. بتاخدي معلقه نظيفه الكميه اللي هتاخديها والباقي بتشيليه، هو شهرين اتنين بالظبط يقعد في الثلاجه معاك. على الرف عادي؟ على الرف عادي. اه رف الثلاجه. ماشي تحت امرك يا فندم، تحت امرك. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه يا فندم، مع السلامه. بصي بدي فور شوكولاته ده الكمثرى، طبعا احنا متكسرين شويه قبل الهواء اهو، شايفه نوع الكاكاو برضو بيفرق. يبقى زي ما اتفقنا الموضوع مهم جدا. لو ما فيش عجان عندك هعرف اعمل بيتيفور؟ اه عارف اضرب السلك الـ بتاع البيض، الزبده بتبقى ناعمه والسكر البودر، وتضربيهم كويس جدا مع بعض لحد ما يعلو معايا. تعرفي تعمليها كويس جدا وتطلع معاكي محترمه جدا بمضرب السلك الكهربائي، بس الزبده تكون طريه. يلا ننزل بالبيض بقى واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده واحدة وبعد كده نستنى شوية. بعد كده نقوم نازلين عندنا البيض التانية. ماشي كده. ونستنى شوية. وبعد كده نقوم نازلين عندنا تالت بيضة. زي ما حضراتكم كده شايفين. بعد كده نقوم حاطين عندنا شوية فانيليا صغيرين. بالشكل ده. أهو. مضرب السلك بتاع العجان فين من هنا؟ مضرب السلك. لا مش هنا. وانت بتحط البيض فبتلاقي الايه؟ الزبده بتبدا تفصل وتبدا تجمع، اوعي تحطي الايد دلوقتي. لازم الزبده تخش مع بعضها مع السكر مع البيض مع الفانيليا، وبعد كده حضرتك تحط الايه؟ الدقيق مره واحده، الدقيق يكون مخصص للكحك والبسكوت، ما بقاش في عرق. عندك انواع كتير موجوده في السوق حلوه جدا ومفيش مشكله، اقري بس طريقه الايه؟ الصلاحيه. مشكلتنا كبيره في الحته دي، اللي احنا بنجيب الدقيق على طول يلا ونشتغل، لا اقري طريقه الصلاحيه. هتجيب من عندي عطار وريني الشكاره اللي انت بتجيبني منها، تاريخ الصلاحيه ايه؟ ممكن يكون اكسباير على فكره ويكون واخد رطوبه ومنايل ب 60 نيله ويبوظ لك كل اللي انت بتعمليه. نعلي
تمام، ونفس المقادير اللي انا هعملها للفانيليا هنبدا نعملها للشوكولاته، اللي هو الكاكاو قدام حضرتك اهوت. ممكن توزني 600 جرام عادي جدا من الدقيق وتشيلي 3 معالق منه، تحطي 3 معالق كاكاو اهوت. انا بقول لك اهوت، دي مش بالجرام عادي، دي من معلقه يعني، بس هتشيلي نفس المعلقه اللي هتشيلي منها الدقيق هتحطي كاكاو، هتبقى نفس الموضوع بالظبط. عايزين نستعجل عليها، نبدا نهدي كده عليها وهي، ونقوم برضو نفس الكلام وننزل ونشغل. يا ام سيف، ام سيف، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ام سيف؟ ايوه يا ام سيف، ازيك؟ ممكن اعرف طريقة عمل شيخ محمد طريقة عمل كفتة الفراخ؟ عينيا، حاضر حاضر. حاجة تانية يا مسيف؟ شكرا يا مسيف، مع السلامة. عينيا، حاضر. حلو قوي كده، خلاص كده هي هتبدأ دلوقتي. اوريكي النتيجة الأخيرة للزبدة بتاعتنا. عايزين الوصلة يا شباب عشان نوري للناس كويس، مهمة قوي. حلوة قوي. ايه يلا يا استاذ جيمي، ثانية واحدة بس. بص يا باشا، ادي الزبدة، بص بقت ايه، بقت كلها حتة واحدة، الزبدة مع السكر مع البيض كله تمام التمام، زي الفل زي الفل. نقوم وحطنا كده تاني. بص انا بوريك والله كل المراحل بما يرضي الله عشان تاخدي بالك ان الموضوع سهل. واقوم واخد عندي الدقيق، شيل ديت، ونقوم حاطين الدقيق مع الكاستر مرة واحدة، مثبته لكده. خليها الفصل الجاي هاني، مفيش مشكلة. ثواني انا بقول لك بس نحضره ايه عشان المرة الجاية ننزل، وبلاش نعجب بقى ايه نعلي السرعة، لا لا خالص، اهي واحدة واحدة بقى خالص. اول ما الاقي الدقيق خلاص مش موجود اصلا في العجان، برفع العجان وكده بقى تمام عندي. ده البلبله اللي انا بقطع بيها، بعمل منها كل حاجه، بعمل منها الورده، وبعمل منها الكمثره، بعمل منها الروزيتا، بنعمل منها حاجات كتير جدا. البلبله دي اهي شايفه عامله ازاي؟ عارفين دي بتاعت بلح الشام، دي اللي انا بستخدمها للبيتي فور عندي. اعتقد دي مقاس 18 على ما اعتقد، يعني الناعمه مش الخشنه. ادي يا سعاده الباشا العجينه البيكفور بتاعتنا، ما شاء الله طالعه عامله ازاي. نبدا ننزل، ونشيل دي خلاص، وبعد كده نبدا نجيب. طيب وانت بتعملي بقى البيكفور تقول لك ايه، اشد انا بلاقيت العجينه تقيله قوي. ايوه ما هي تقيله عشان انت ما ضربتيش الزبده والسكر كويس، هو دي الفكره. لازم تنعميهم الاول كويس قوي، وبعد كده تبداي تحط عندك بقيه المكونات، تطلع معاكي زي الفل. لو لقيتها تقيله قوي بقى حط لها معلقتين اتنين من الزيت. خلينا نطلع فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نواصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل، بنبدا نجيب عندنا العجينه قدام حضراتكم اهيت البيتي فور اللي احنا عاملينه. زي ما اتفقنا لقيناه مسك معانا، بنديله سن زيت بسيطه جدا بس مش كتير، ويطلع معايا ان شاء الله زي الفل. حط عندنا كيس الكريمه، بسم الله الرحمن الرحيم.
نبدأ نعمل الشكل المتعارف عليه اللي هو دي الكمثرى اهيت كده. اهو طيب لقيت الشكل التقطيع اللي انا بعمله ده صعب مش ماشي معاكي قطعي لقيته بايظ منك لميه وحطه تاني فاهمه ازاي؟ وهكذا كلنا اتعلمنا كده في الاول كنا بناخد الكيس ونفضل نقطع باظ نقوم شايلينه اثباته لعندي ونقوم حاطينه تاني في العجينه نحطه تاني في الكيس ونبدأ نقطع لحد ما ايدينا مشيت فيه. طيب هنا الاخبار لو كده ده خلص ممكن نطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لسه شويه لسه شويه دقيقتين كمان. تعالوا نعمل عندنا شكل تاني الورده ونشوف هنعمله ازاي. الورده كده اهيت بصي في النص ماشي اهي شايفه ديت عامله ازاي ما شاء الله شايفه ازاي ديت بتعمل ازاي عادي بنجيبها ونضغط ضغطه فبتطلع معايا مظبوطه وزي الفل. تعالى نعمل الثانيه برضو اهيت نخلص كده ونبدا نملى اللي بعده على طول ونشتغل. محمود البيبيله الصغيره معلش اللي كانت معاك عشان اقطع بيها الشوكولاته في نفس الكيس الكريمه يا محمود اللي انت قطعت بيه. تمام كده نقوم شايلين الزيادات اهو اهو تمام. درجه الحراره كام بقى؟ فوق المتوسطة. عايز اقول لك على حاجة بس على موضوع التسوية يا جماعة في الكحك والبوتفور والغريبة والحاجات دي. عندك فرن كهرباء بتشغلي الفرن من فوق ومن تحت والمروحة. نقول تاني عندك فرن كهرباء زي البلتي ان اللي عندي ده بتشغلي فوق وتحت. طيب 99% من الناس ما عندهمش الافران دي عندهم الغاز. الغاز بيتولع من تحت بس. ما بيتولعش الشواية. الغاز بيتولع من تحت بس لكن الكهرباء احنا بنشغل الاتنين مع بعض. نعمل شكل تاني الروزيتا بتتعمل ازاي كده بصي حلوة قوي دي بصي الجمال. اعملي حسابك بقى اللي هي ايه بتفرد جنب بعضها اهي اهو فلازم توسعي المسافة اللي بين كل واحدة وواحدة عشان الحاجة تطلع بفضل الله معاكي مظبوطة وزي الفل. تمام كده بالظبط كده يا جماعة بالظبط كده والله بقى يا جيمي مش كده يا جدع بقى مش كده بقى يا أخي. بصي بس البندقية تحطيها كده ونقوم نازلين عليها كده في النص تمام فبتطلع لي وبترسمني شكل الورده بالظبط اهي. تعال نطلع عندنا في الفرن ده اللون المظبوط قوي للبيتيفور الذهبي اعتقد هو ده كده اللون مظبوط جدا ما شاء الله. حطها كده ونقوم رايحين واخدين اللي احنا ضاربينه هنا ونطلع اللي بالشوكولاته بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد الفانيليا ونسوي درجة حرارة كام فوق المتوسطة كده. البندقية بقول لك هي اللي بترسم الحاجة تنزليها كده اهي بصي بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه وناخد مدام ماجدة معانا ازيك
يا مدام ماجدة. صباح الفل يا شيخ محمد. ازاي حضرتك يا مدام ماجدة؟ ازيك يا شيخ محمد؟ كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة وبالصحة والسلامة يا رب. وكل سنة وانت حضرتك طيب والأسرة سليمة طيبة. وانت طيبة يا رب، وانت طيبة. عينيا الاثنين حاضر، عينيا الاثنين حاضر. حاضر من عينيا الاثنين. يلا هننزلها دلوقتي ان شاء الله. حاضر تاني. احنا دلوقتي هعمل دلوقتي، بص هقول لك مقادير البيتي فور الشوكولاته، هوريها لك دلوقتي بعد الفاصل. بعد ده هقول لك على مقادير بيتي فور الشوكولاته دلوقتي. نص كيلو زبده، حطينا عليهم 175 جرام من السكر البودر. بص انا بضرب، بص انا بضرب الزبده بايه. بص شايفه مضرب سلك اللي هو بتاع البيض والفانيليا والكريمه، ولكن الزبده طريه جدا، فعمر عمر المضرب ما يحصل له حاجه. بخليه ياخد الكثافه بتاعته كويس جدا، والضرب يضرب الزبده كويس قوي مع السكر البودر، وبعد كده يبدا نضيف الاضافات الثانيه بمضرب الكف. وده عادي على فكره، احنا نغير السلاح بتاع العجان واحنا شغالين اكتر من مره، وده عادي جدا. تعالى نعمل شكل تاني بفكره تانيه. طيب نرمي هنا ايه، نحط او نحط هنا اسف ايه، كريز في النص هنا، فبتخلي الوردايه عندي برضو مرسومه جدا. انت شايفه اللون بتاع العجينه عامل ازاي؟ ما انتش ملاحظه حاجه؟ اللون اصفر وشكله حلو قوي من الكاستر اللي احنا حاطينه، ما هو الكاستر ده بيخلي اللون مظبوط قوي والطعم في نفس الوقت. مدام اسماء ازيك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا مدام اسماء؟ الو معاك. ايوه يا فندم. وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايز اسال عن صينيه الكنافه. ايوه كنافه بايه بقى؟ صينيه الكنافه انا حطيتها في الفرن وعملت السمنه وكل حاجه بس نشفت مني. مسكت منك؟ نشفت منك. ناشفه يعني، حاضر. طلعتها وشربتها العسل. ماشي حاضر. وبعدين نشفت مني. عينيا الاثنين حاضر، هقول لك عليها. حاضر هتكلم عليها. ماشي. النشفان بتاع الكنافه ده من السمنه على طول كده، سمنه قليله، سمنه قليله زي ما بص البتفور الشكل عامل ازاي، الورده اللي احنا عاملينها بالكريز وبالبن من السمنه يا جماعه، سمنه قليله يا ست الكل، هتلاقي الموضوع معاكي يطلع معاكي ناشف. فانت حاولي تكتري السمنه هتلاقي الموضوع ان شاء الله يطلع معاكي مظبوط جدا. تمام كده؟ تمام. ده بالنسبه للفانيليا، بص ما شاء الله مقطعين كام صاج من ساعه ما ايه؟ ما اشتغلنا؟ تعالوا بقى نشوف عندنا، ادي حطينا الزبده، بص اللون نفسه بتاع الزبده بيبدا يختلف واحنا شغالين، بتلاقي لونها بدا يبقى ابيض. بيبقى لون فاتح وده المطلوب اثباته، ننزل ونكمل شغل برضو. وبعد كده بنقوم جايبين عندنا البيض، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، وحطينا عندنا شوية فانيليا صغيرين. وبعد كده بنقوم واخدين عندنا الدقيق بقى، بنشيل منه زي ما اتفقنا، بنشيل منه شوية ونحط الباقي منه معانا اهو، المصفى اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اي حاجه هندخلها يكون افضل. ممكن نحط شويه الكاستر
احط الكاكاو عندي في النص كده، شايفك اهو، شايف عامل ازاي التخريزه ديت؟ هو مفيش مشكله، ولو عملته بايده كده هينزلوا عادي، هو مش رطوبه، هي طبيعي عادي، مفيش اي مشكله خالص، اهيت يطلع معاكي مظبوط. حط عندي بقيه كميه الدقيق، وكده الدقيق مع الكاكاو مع الكاستر زي الفل. ما بيتحطلوش لا بيكنج باودر يا جماعه، لا بيكنج باودر، ولا بيتحطلو خميره، خلي بالك البيتي فور ما تحطلوش الكلام ده خالص. قلبنا الكلام ده مع بعضه، ننزل عندي بالبيض هنا واحده واحده، اهو ونقوم حاطين عندنا البيضه الثالثه. وبعد كده الطريقة الصح والأفضل عشان موضوع الدقيق والحاجات دي كلها، إنك تقلبي الزبدة بره، يعني تحط الزبدة على الدقيق وتقلبيهم بره، وبعد كده تبدأي تعجني، بلاش العجان. أنا هاخد الزبدة دلوقتي، دي معلقة زيت صغيرة، نقوم شايلين بقى خلاص الكلام ده من العجان، ورايحين هنا مقلبين على ايدينا الزبده مع السكر مع البيض اهو، عشان نعمل بتفور الايه الشوكولاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تسيبيش بقى اي ايه اي جرام عندك، يعني بص الحله ايه، مش هوديها على الحوض اهي، بص الحله شكلها عامل ازاي، حله بصي الاسباتولا عامله ازاي، واخده كل جرام زبده فيها، ما تسيبيش حاجه. استاذه رانيا ازيك؟ ازي حضرتك يا فندم، عامله ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا عندي البوتيفول لما كنت عاملاه ساح كله مني، رغم ان انا عاملاه بالمقادير الكويسه. اه ساح منك ليه بقى؟ عشان انت اكيد في حاجه زودتيها. لا كله المقادير زي ما هي. طب يعني انا هفرجك اللي احنا عاملينه على الهوا دلوقتي. كل حاجة اه، ما انا بسأل حضرتك في التلفزيون. ما هو انا بقول لك اهوت، انت في حاجة انت زودتيها، ممكن بيض يطلع زيادة، ممكن زبدة تطلع زيادة، الدقيق يطلع ناقص. فاحنا دلوقتي هننزلك المقادير وتأكدي من المقادير وشوفي الموضوع قدام حضرتك على الهوا. ماشي؟ طيب انا بسأل حضرتك بس البسكوت اللي حضرتك عامله. ايوه. هو انا ينفع اعمله اصغر شوية؟ البتيفور نفسه؟ لا البسكوت. أني بسكوت يا فندم؟ أنا ما عملتش بسكوت دلوقتي. لا بسكوت. أنا بقول لحضرتك لو أنا حابة أعمل بسكوت، حضرتك كنت مرة عامل بسكوت بس كان كبير شوية. أيوه بالبلبلة يا فندم، القمع اللي أنت بتقطعي بيه هو اللي بيتحكم معاكي. فاهمة إزاي؟ شكرا يا فندم. ماشي. تعالوا بقى نجيب عندنا كيس الكريم، يعني مثلا هقول لك يعني، اصل انت بتقولي البسكوت، ادي بلبله البسكوت، ادي بلبله البسكوت اهي، وادي بلبله كبيره. حاضر. وادي بلبله صغيره، كيس يا شباب يلا. وعن هنا 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 دي تقدري تحكمي في البسكوت في البلابل، في احجام البلابل اللي عندك. ده الاساس اللي هي المشط دي اللي هي بتاعت البسكوت اهي، شايف عامله ازاي؟ وفي منها اللي انا ممكن اشتغل بسكوت بدي، بس هيطلع بسكوت كبير شويه. في منها دي وممكن اشتغل منها بتي فور، وممكن اشتغل منها برضو بسكوت. فاهمه ازاي؟ كل حاجه اقدر اوظفها، ولكن في الاول في الاخر احنا بنتحكم في الحجم والكميه. طيب بص يا جيم، العجينه عامله ازاي؟ وهو ده اللي احنا عايزينه، العجينه نفسها تكون طريه. انا عايز كيس فاضي.
لا لا ثواني يا جي معلش ناس معلش كيس كريمة فاضي تعالى يا جي نشوف اللي احنا عاملينه على الهوا بص ما شاء الله اهو ادي يا شباب اللون الذهبي اهو تعالوا ناخد عندنا التاني برضو الوردة بص يا جيم اللي احنا عاملينه الورد اهو برضو عامل ازاي ما شاء الله اهو ده اللي هو بالورد بسم الله الرحمن الرحيم يلا استاذ انا هبدا ان انا اخد الحاجه في كيس الكريمه اهي شايفه عجينة طرية وعجينة زي الكل اهو ونبدأ ان احنا نقطع عندنا نفس التقطيعات اللي فاتت كده بصي اهي خلي بالك انا بقطع بكيس كريمة ايه اللي هو اخف حاجة في الدنيا ده انا مقاصد ان انا اعمل كده والله عشان اوريك العجينة قد ايه ناعمة فانا قاصد ان انا اعمل لك الكيس الكريمة اهو لا ده ب 2 جنيه الواحد الكيس اللي معايا ده اهو بيقطع بالتفور اهو يا جماعه والبلبله ب 15 جنيه اهو شايفه عامله ازاي ادي الكمثرى اللي احنا عملناه درجه الحراره كام 170 نبدا نسوي ونطلع عملنا بالشوكولاته وعملنا بالفانيليا وعملنا وريتك ازاي تقدري تشتغلي بالتكنيك المظبوط للبيتي فور خلينا بقى نشوف ازاي نقدر نعمل له الفينش بتاعه وده اهم حاجه في الموضوع هنشوفه ولكن بعد الفصل تعال ناخد عندنا الشوكولاته الميلك بسم الله الرحمن الرحيم اهو ونقوم حاطين في كورنيه كده صغير ونعمل عندنا بقى ايه شويه حركات كده حلوين اهو قدام حضرتك كده ده اللي هو واخد كريز تمام نديله كده ريجه شوكولاته احلى حاجه في البيتي فور ده تاكليه انت بقى تاكليه تاني يوم مش في يومها على طول يعني تاني يوم كده تقوم طلعاه وتاكليه مش عايز اقول لك ناعم قد ايه اصلا الدقيق بيختلف طبعا بيفرق كتير جدا ان انت تحطي دقيق عندك اللي هو الخاص بالفول والكحك والبسكوت بسم الله الرحمن الرحيم ناخد بقى كله مع بعضه كده يبقى ده البيتي فور الفانيليا اللي احنا ادينا له ايه ريجه شوكولاته جميل ده اول حاجه اللي يخلص بقى ايه نقوم حاطينه هنا كده عشان ما نرجعلوش تاني خش على اللي بعده على اللي بعده على طول ورق زبده ايوه ننزل كده الله ينور يا محمود الله يكرمك ورق زبده كده استاذ نقوم واخدينه هنا كده حاطينه بالشكل ده ونبدا نعمل ايه اللي موجود هنا يلا الوردة ديت حطينا في الشوكولاتة الفستق او سوداني والله يشتغل معاك زي الفل سوداني او فستق الاتنين يشتغلوا 10 على 10 اهو اهو بص ايه نعومة باينة فيها مش طبيعية احنا ملزقين بقى ومربى طبعا كلنا عارفين طبعا ان انا بجيب مربى مشمش او مربى فراوله اللي موجود عندك وتبدا حضرتك ان انت تلزقي بيها البيتي فورايه بتاعتك الجميله ام ادهم ايوه السلام عليكم ازيك يا ام ادهم عامله ايه عاوز اعرف طريقه البسكويت البسكويت يا ام ادهم حاضر حاجه تانية يا ام ادهم لا ماشي يا ام ادهم طريقه البسكويت بس ماشي يا ام ادهم حاضر مع السلامه ان شاء الله يوم السبت باذن الله عاملين البسكويت هقولها لك على الطريقه
وعاملين بكره ان شاء الله برضو الكحك، وعاملين ريحه الكحك، وعاملين العجميه بتاعه الكحك، عاملين حاجات كتير جدا ان شاء الله. وعلى قد ما نقدر طبعا بنحاول المقادير بتاعه البتيفورات والحاجات ديت ما تبقاش فيها افتكاسات. لو تلاحظ كده ليه؟ لان ما فيش حد هيتحمل ابدا تكلفه حاجه تبوظ عنده. وقلت لك لو انت ما عندكيش كيس الكريمه، القماش الغالي اللي هو العادي جدا هيشتغل معاكي. تسلم يا جيم، يلا عاش يا جماعه. استاذ مونتي، ايه ده انت موجود؟ هاي هاو ار يو. هاو ار يو يا ابن اللذيذة. يا أستاذة فاطمة، ألو؟ لو سمحت، ألو؟ أيوة أستاذة فاطمة، إزيك؟ الحمد لله، كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة يا فندم. لو سمحت عايزاك بس تنزلي طريقة البروتوكول بالكوباية مش بالجرام. طيب ماشي. هو إيه المشكلة أنت تعمليها بالجرام عندك؟ لا معلش، ممكن بالكوباية أحسن. طيب حاضر يا فندم، من عينيا الاثنين. حاضر. والله يا جماعه يعني الجوانات اسهل. والله يا جماعه، والله يا جماعه انا الفكره، انا سهل ان انا اقول لك عليها بالكوبايه يا جماعه. ما انا سهل اقول لك كوبايتين اتنين من الدقيق وكوبايه. البيتي فور يا جماعه غير اي حاجه، حساس جدا. لو الدقيق بتاعه مش مظبوط بالجرام هيطلع ناشف، وهيطلع او يطلع يفرش منك. فعشان يطلع مظبوط زي اللي قدام حضرتك ده لازم نشتغل بالجرام. بس هي دي الفكره والله. مش بعقد لك المواضيع والله خالص، حاشا لله. ولكن انا بقول لك عشان حاجه تطلع معاكي صح بما يرضي الله. تعالوا نعمل عندنا اللي بالكمتر ده ونشوف هنعمل ايه دلوقتي تاني. يلا بص يا حاج، بص على الشوكولاته الميلك، نقوم حاطين ايه؟ شوكولاته بيضه كده اهو، خيوط خيوط كده 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 اهو ماشي. بعد كده نقوم واخدين دي حاطين كده كده، بص اهو. اسهل الكلام بقى عشان يعمل شكل رخامي جميل. بتفرايا ناعمه جدا. ليه؟ من الزبده. طيب انهي زبده، انهي نوع زبده احنا بنستخدمه؟ اي نوع زبده يشتغل معاكي. القوالب اللي موجوده يعني عندك كذا شركه موجوده، اهم حاجه ما تطلعهاش من الثلاجه تشتغلي بيها، سيبيها بره شويه وبعد كده تبداي انت تشتغلي بيها، تلاقي معاكي زي الفل ان شاء الله. اي نوع عندك بيشتغل معاكي، اي نوع بنفس المقادير وبنفس كل حاجه. وطبعا كل طبعا بتعلي من الزبده الطبيعي، كل ما طبعا ما تبقى غاليه جدا والطعم بيبقى احلى بكتير، ولكن الفكره حاجه ما تبقاش غاليه معاكي قوي. ان الزبده الصفراء عشان تجيبها طبيعي طبعا يعني بارقام خزعبليه يعني اهو. كده وكده. طيب او تقومي جايبه سبرينكلز ده وتقومي حاطه كده هنا، وتقومي حاطه دي هنا كده وكده اهو. يا دوبك بس الطرف بتاع الشوكولاته تقوم حطها هنا. تعالوا نطلع يا جيمي اللي احنا عاملينه قدام حضراتكم اهوت على الهواء، الورده الجميله اهي، شايفه الانتاج اللي عماله يطلع ما شاء الله. لا ماشي، شكرا. ماشي. يلا بينا. ماشي، شكرا يا استاذ جيمي على اللي انت عامله معايا. ماشي تعالوا كده. يلا يا استاذ خلاص، بس ايه هنطلع ديت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. السرعه بقى في الاداء، السرعه في الاداء ده مهم جدا بقى في الايه، في تلزيق البيتي فور عندك. اهو الحاجه اهي
طيب ثمن الصاج اللي احنا شغالين كام؟ او ثمن الصاجات وتلاقيه فين؟ دلوقتي محلات الادوات المنزليه موجود فيها الصاجات ديت. طيب الصاج ثمنه كام؟ الالومنيوم ده هقول لك ده ثمنه كام؟ ده اللي هو ال 30 او ال 25 سنتي في 40 سنتي، ده ب 45 جنيه، عشان ما حدش بس يقول لك اسعار برضو ثانيه. ده ثمنه من 45 ل 50 جنيه. من 45 ل 50 جنيه. طيب عملنا ده هنسيبه زي ما هو وهنبدا ان احنا نديله الفينش بتاعه او الديكور بتاعه. ناخد بس كده من فوق كده اهو ريجه عليها كده من فوق شوكولاته بيضة. وعلى الفستق برضو ما شاء الله. شوكولاته ميلك عليها كده من فوق. خلي الحاجه في حته تانيه خالص. يلا ولسه كمان في مهرجان هنعمله لسه دلوقتي، يعني لسه برضو ده هنبدا نديله برضو شويه ديكور بسيط جدا. فكره النعومه بتاعته يا جيمي بتاعت البيتفورايه نفسها، بص ما تلاقيهاش في ايدك، بص عامله ازاي، تلاقيها كلها دايبه في ايدك. ده اهم حاجه في الموضوع بحب اوضحها، حاجه مش ناشفه ولا اي حاجه من ديت. خلينا ناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نواصل. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. يبقى احنا اتفقنا مقادير البيتي فور بتاعتنا، نص كيلو من الزبده، 175 جرام من السكر البودر، 600 جرام من الدقيق، وبعد كده عندي 25 جرام من الكاستر البودر، وعندي 3 عدد بيض كامل. يا اما تشتغل ببياض بيض او تشتغل ببيض كامل، مفيش بيكنج باودر يا جماعه، ولا فيها بيكربونات ولا فيها اي حاجه خالص، يعني هي عامل الرفع اللي فيها بس هي البيض. وطريقه ضرب الزبده مع السكر مهم جدا، ان هم يعلوا مع بعض كويس، وبعد كده نحط البيض، وبعد كده نقوم حاطين عندنا الدقيق اخر حاجه على ايدينا. البيتي فور بيتقلب الزبده الدقيق على الايد افضل بكتير. لقيتي العجينه ماسكه معاكي، ادي لها شويه زيت صغيرين، معلقتين ولا حاجه. تعالوا بقى نبدا نرص بقى السرفيز بتاعنا. بص الورده اللي بالبندق اللي احنا عاملينها، تمام؟ ترصها كده الاول. بعد كده بنقوم رايحين واخدين عندنا كمتر الشوكولاته. ممتع قوي قوي قوي، يعني من امتع الحاجات، وهو يعتبر ايه؟ الالماظ اللي موجود في العيد، يعني البتفرايه بتبقى احلى طعم. ليه؟ لان مخدومه حاجات فيها حاجات كتير، الكحك خلاص معروف ساده هو بسكوته، لكن دي بقى محطوط فيها مربى وشوكولاتات والزبده، وطريقه الضرب بتاعتها مختلفه تماما. ناخد عندنا الورديه الجميله ديت اللي احنا عاملينها بالفستق. ان شاء الله نعومه مش طبيعيه في البتفرايه. ماشي، نقوم واخدين عندنا الورده اللي احنا مقطعينها قدام حضراتكم اهي على الهواء بالكريز. نكسر اللون. ومقادير الفانيليا او مقادير اسف الشوكولاته هي نفس الفانيليا، ولكن بنشيل 3 معالق من الدقيق ونحط 3 معالق من الكاكاو الغامق المخصص للحلويات. ده اهم حاجه. طيب مدام امنيه. الو الو، ازيك يا مدام امنيه؟ ازاي حضرتك يا شيف؟ ازيك يا فندم، عامله ايه؟ بخير، ازاي حضرتك؟ احنا بنحب حضرتك جدا يا فندم. ربنا يعزك يا رب، ده من ذوقك والله. والله جدا، ولادي كلنا بنحب حضرتك جدا. ربنا يبارك لك فيهم ويخليهم لك. كل سنه وحضرتك طيب وبالف خير يا شيف. وحضرتك طيبه وبالصحه والسلامه. الله يخليك يا شيف، واسرتك كلها بخير. والله الحمد لله، الحمد لله في نعمه، والله الحمد لله. ازاي الشيفات كلكم عاملين ايه؟ الحمد لله بيسلموا على حضرتك كتير، في نعمه الحمد لله.
دايما سلامي ليهم كلهم يا سيد. يوصل يا ست الكل والله يوصل. ابني مالك، ابني مالك الصغير عايز يكلم حضرتك. طبعا يا مالك. الو ازيك يا مالك؟ عليك عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله انت وحش. اخبار الصيام ايه؟ طيب. وانت طيب يا حبيب قلبي ربنا يخليك ليا. خلصت امتحانات ولا لسه؟ عايش يا محمد. ماشي يا ست الكل ربنا يبارك ويخلي. الله يخليك. كنت عايز اعرف طريقه الكحك والقراقيس يا شيخ محمد. عينيا والله حاضر تحت امرك. حاضر حاضر ان شاء الله بكره الكحك ان شاء الله يا فندم. تحت امر حضرتك بجد. طيب ماشي ثواني اهوت يا جيمي هخلص السيرفيس ده. خلاص احنا طبعا خلصنا حلقتنا النهارده. ده البيتيفور اللي حضراتكم كده شايفينه. اتمنى ان شاء الله طبعا الحلقه تنول اعجابكم. عملنا بالشوكولاته وعملنا بالفانيليا، قلنا طريقه التسويه ازاي والضرب ازاي. اشوفكم على خير في حلقه قادمه من برنامج المطعم. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.